بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء السابع من الفصل الثالث لمقرر هندسة البرمجيات. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن موضوع اسمه الريفاكتورينج. ريفاكتورينج ومعناها إعادة التنظيم أو إعادة الهيكلة. مقصود بالكلمة دي إيه يا جماعة؟ بنقول إيه؟ بنقول إن دايماً البرمجة، دايماً البرمجة بيبقى فيها بعض الإيه؟ النقص، مفيش حاجة كاملة، مش كده؟ ودايما التيم او الفريق اللي بي ايه اللي بيقوم بعمليه البرمجه دايما بيسعى دايما للتحسين، دايما يبقى في امبروفمنت دايما فين في البرنامج، حتى لو مش مطلوبه، يعني حتى لو الكاستمر مش طالب التعديلات والتحسينات ديت، لكن طبعا من المفروض ان دايما التيم الفريق اللي بيقوم بعمليه البرمجه دايما بيفترض ان هو دايما بيحسن في البرنامج بتاعه. خلي بالك دي مقدمه عشان تعرف يعني ايه ريفاكتورنج. طيب بعد كده بنقول ايه بقى؟ بنقول خلي بالك برضو التحسينات اللي احنا بنقولها ديت معناها ان لازم نقلل بقدر الامكان عملية الدوكيومنتيشن والبرنامج يكون قدامي مفهوم معايا. يبقى اذا مميزات طبعا عملية التحسين، برنامج بيبقى مفهوم، وكمان بايه؟ ها، بنقلل عملية التوثيق او الدوكيومنتيشن. طيب ايه كمان يا جماعة؟ ها، بنقول ايه كمان؟ بنقول ان التشينجز ديت او التغيرات بتبقى اسهل امتى؟ لما يكون الكود اللي مكتوب والاستراكشرد. والاستراكشرد يعني ايه؟ ايوه، يعني شكله هيكلته مظبوطه تمام وواضح. يبقى لازم الكود يكون ايه؟ واضح. وايه كمان؟ والاستراكشرد. تعال نشوف بس الكلمتين دول قبل ما ننتقل للجزء الثاني. نقول ايه؟ ان البروجرامنج تيم لوك فور بوسيبل سوفت وير امبروفمنت، يعني احنا دايما بنحاول نطور من السوفت وير كمان. وايه كمان؟ وخلي بالك هذه التحسينات، ها، بيحصل فيها ايه؟ بينتج عنها understandability and reduces need for documentation، بيبقى فيها فهم للبرنامج وبيقلل عمليه التوثيق. تمام؟ طيب التغيرات بتبقى سهله امتى؟ لما يكون الكود اللي مكتوب والاستراكشرد اند ايه؟ اند كلير. مفهوم الكلام ده؟ جميل. طيب بيقول لك ايه بقى؟ طب افرض بقى حصل العكس. يعني ايه؟ يعني وانت بتعمل التحسينات كان الكود مش ويل ستراكشر، كان باد ستراكشر مثلا، والكود مش واضح. يبقى احنا في الحاله دي محتاجين، ها، عمليه الريفاكتورنج، اعاده تنظيم الكود. فهمتوا بقى يعني ايه ريفاكتورنج؟ اذا عمليه التحسين، ها، بنحتاج فيها ريفاكتورنج او اركتكشر ريفاكتورنج امتى؟ لما يكون مش ويل ديزايند او مش ويل ستراكشر. جميل. وطبعا عمليه الريفاكتورنج دي يا جماعه بتبقى ايه؟ ها، بتبقى اكتر تكلفه، مش كده؟ نقول كده however some changes require architecture refactoring and this is much more expensive. طيب تعال نشوف بقى examples للريفاكتورنج، يعني بعض الامثله لاعاده التنظيم الهيراركي للكود اللي مكتوب. مثلا المفروض لو كان عندك duplicate كود، يتم ايه؟ يتم حذفه. يعني ايه duplicate كود يا جماعه؟ يعني لو انت كتبت كود مرتين، تخيل كده انت كاتب كود مرتين، طبعا المرتين دول ممكن، ها، يبقى الكود اللي انت كاتبه التاني ملوش لازمه، انت خلاص كتبته مره واحده بس. تمام؟ فاذا ده محتاج اعاده تنظيم. لما يكون عندك دوبليكيت للكود لابد انك انت ايه؟ تكتفي بواحد بس. طيب بنقول هنا مع بعض ري اورجانيزيشن اوف كلاس هيراركي تو ريموف دوبليكيت كود، لو انت عندك اكواد مكتوبه ايه عدد من المرات. طيب ايه كمان يا جماعه؟ بنقول في بعض الاحيان لا، في بعض الاتريبيوتس وبعض الصفات بتبقى مكتوبه في البرنامج ملهاش معنى او لا تؤثر على عمل البرنامج. طب انت بتكتبها ليه؟ يعني انت كاتب بعض الصفات او بتبرمج بعض البارامترز اللي ملهاش لازمه، او بتكتب حاجات ملهاش مش هتستخدمها. كاتب له مثلا اكس يساوي 3، والبرنامج اصلا لا يعتمد على قيمه اكس دي خالص. الله، طب انت كاتبها ليه؟ معايا؟ في الاكواد ديت لابد يحصل لها كلين اب، يعني ايه؟ ننظفها بحيث انها ما تبقاش موجوده، نعملها ريموف. معايا؟ طيب وكذلك ينطبق على الميثودز او الطرق اللي بتتكتب ايه؟ طرق احد الايه؟ احد المنهجيات اللي بنكتبها في الاكواد اللي هي ايه؟ الميثودز. وهي نوع من انواع الاكواد. يعني ممكن يبقى ايه؟ يبقى كلين اب للاتريبيوتس والميثودز علشان ايه؟ ها؟ عشان يبقى الموضوع اسهل وايه؟ والتنظيم احسن. طيب ايه كمان يا جماعه؟ بيقول لك انت مثلا ممكن تكتب اكواد، ممكن انت مش في حاجه لها انك انت تكتبها، ممكن تناديها. يعني ايه؟ يعني مثلا اكتب كود افضل ولا اقعد اكتب كود ولا اناديه افضل؟ لا، بقول لك في حاله كتابه الاكواد المناداه الكولينج افضل. ممكن تكون عندك في اللايبرري بتاعت الايه؟ لغه البرمجه، فانت تناديها افضل من انك انت تكتبها. معايا؟
اذا بنقول ايه بقى؟ برضو نحاول ايه نعمل كولز تو ميثودز، ما نكتبش اكواد، مش ما نكتبش انلاين كود، لكن نحاول نعمل لها ريبليسمنت ويز ايه كولينج، يعني نحاول ننادي عليها بس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.